بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة الحنواصل في آخر حاجة في السبايروكيتس في الليبتوسبايرا. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنكون جميعا مستوعبين الليبتوسبايرا كمورفولوجي ككلتشر باثوجينيسيس واللاب دياغنوسيس والتريتمنت أند البريفنشن. مورفولوجي هذه اسمها ليبتو يعني ثن وسبايرا يعني سبايرال، فهي الثين سبايرال بكتيريا. الكاركترستيك لها ان معها هوكت اند، سواء كان في البوث اند او في اند واحده في هوكت، يعني في هوكت معناها ان في خطاف. الكلتشر بالنسبه لهذه الليبتوسبايرا لها كلتشر يونيك اسمها بتحتوي على سيرم يسموها فليتشرز ميديا، هي سبيسيفيك للليبتوسبايرا. الليبتوسبايرا السبيشيز يسموه كده، يسموها الليبتوسبايرا الانتيروغانز. الليبتوسبايرا انتيروغانز دي هي الاساس اللي بتعمل الديزيز الليبتوسبايروزيس. الليبتوسبايرا اساسا هي موجوده اساسا بتعمل ناتشرال باثوجين للرات للرودنتس للدوجز، فبالتالي لما تصيب هذه الاشياء بتخلي مثلا الكلب اكرمكم الله يعمل اكسكريتد للبكتيريا اللي هي الليبتوسبايرا في اليورين اند الفيسز، وهذه المشكله فيها. النقطه الثانيه انه تعتبر هي اساسا زونوتك ديزيز، لانها بتصيب الدك وبتصيب الرودنت، فتعتبر زونوتك ديزيز وهي تعتبر وايد ديستريبيوتد. ليش وايد ديستريبيوتد؟ اولا لانها ايروبيك، النقطة الثانية لأنها بتصيب بتنفكت ميني أنيمالز، بتصيب الدوغ، بتصيب الكاتل، بتصيب الرودنت، فبالتالي لهذين السببين هي وايدلي ديستريبيوتد. طيب الليبتوسبايرا انتيروغانز منها سيروفار، طبعا في سيروتايبز. السيروفار الشهير اللي اسمه الليبتوسبايرا اكتيرو هيموريجيا هو اللي بيعمل الديزيز الشهير اللي بنسميه ويلز ديزيز او بنسميه انفكشوس جوندس او بنسميه ليبتوسبايروزيس. إذا الديزيز هذا له ثلاث مسميات، له ويلز ديزيز أو يسموه انفكشوس جوندس أو يسموه ليبتوسبايروزيس، وهو عبارة بالبكتيريا اللي بتعمله الليبتوسبايرال انتيروغانز أو السيروفار اللي هو السيروتايبز لها اللي بنسميه ليبتوسبايرا اكتيرو هيموريجيا. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيزيس. أول نقطة إن الراتس أو الرودنتس أو الدجز كونتامينيتد ستاجنانت ووتر، يعني كرمكم الله كلب مصاب او رات مصاب او رودنت مصاب، فيروح لمنطقه ستاجننت ووتر يعني ما راكد، فيعمل اكسكريتد سواء باليورين او بالفيسز. حتكون البكتيريا موجوده اللي هي الليبتوسبايرا، وتخيلوا حتعيش البكتيريا دي لسيفرال ويكس وهي عايشه في الستاجننت ووتر. فايش اللي حيحصل؟ لو جاء اي انسان حيحصل له انفكتد باي كونتاكت وذ الووتر او ستاجننت ووتر، نزل يسبح في الماء او نزل، بعض الناس للاسف يشربوا الماء، فاي ميوكس ممبرين ابريشن حيحصل الانفكشن. وبالتالي هذا الديزيز اساسا ما يصيبش الا مجموعه مهمه من الناس اللي هم السوج واكرز، الناس اللي بيشتغلوا في المناجم، اللي بيشتغلوا في الفلاحين، اللي بيشتغلوا في عملية اللي هي أماكن الأرز أو القصب السكر، الناس اللي هم الصيادين، هم الناس العرضة للإصابة بهذا الديزيز اللي هو ويلز ديزيز أو الانفكشوس جوندس. إذا الأورجانيزم حيدخل في الميوكس ممبرين أو أي أبريشن في السكن حيدخل الأورجانيزم، لو ما يدخل الأورجانيزم ده عاوز انكوبيشن بيريود من أسبوع إلى أسبوعين، وبالتالي حيروح للبلد. وانس إنه وصل للبلد حيحصل فيفر. لما يحصل فيفر في البلد والاورجانيزم موجود في البلد، من البلد الاورجانيزم حيروح للليفر، وبالتالي حيعمل ديستراكشن وحيعمل جوندس، او حيروح للكدني وحيعمل هيموريج وحيعمل رينال فيلير، او حيروح للمننجيز ويعمل مننجايتس. وبالتالي الكلينيكال بيكتشر انه تبدا هناك فيفر لانه موجود في الدم، بعدها بعده ايام حيبدا يحصل هيباتايتس لانه الاورجانيزم وهو في الدم حيروح للليفر وحيعمل هيباتايتس، او حيعمل هيموريج وحيؤدي الى رينال فيلير، او حيروح للمننجيز ويعمل مننجايتس. طيب تعالوا نشوف كيف نعمل لاب دايجنوستس للويلز ديزيز او الانفكشوس جوندس. أول نقطة في الديزيز وهذه مهمة جدا إن الهيستوري، إيش وظيفة الشخص المصاب، خاصة لو ما يجي يقول إنه كان عنده حمى لمدة أسبوع وبعدها بعد اختفت الحمى وبعدين ظهر عنده صفار، إذا لابد نعرف
وظيفة الشخص ده، هل هو بيشتغل في قضية المزارع اللي فيها مزارع الأرز وبالتالي فيها ماء بشكل كبير، وبالتالي هذه المزارع بتتعرض انه تجي اكرمكم الله كلاب ولا راتس ولا رودنتس وتتبول فيها. النقطة الثانية المهمة جدا في التشخيص الكلينيكال بيكتشر انه بيكون عنده فيفر 1 ويك، يعني تخيلوا فيفر وبعدين يحصل لها ديسابير لمدة 4-5 ايام وبعدين يحصل جوندس. هذه واحدة من الكريكال بيكتشرز المهمة اللي بتعطينا انديكيشن للديزيز اللي هو الويلز ديزيز. طبعا اللاب دياجنوستس نروح نعمل بلاد فيلم خاصة في الفيفر في الفيرست ويك، هذه اهم نقطة، ونعمل سي اس اف او نعمل الفريش يورين دوبزيت في السكند ويك. بعدها على طول نروح نعمل دارك فيلد مايكروسكوب وحنشوف البكتيريا الليبتوسبايرا، او نعمل دايركت فلورسنت انتي بودي تيست وحنشوف كمان الليبتوسبايرا، او نعمل كمان دايركت ديتكشن بالبي سي ار ونشوف عبر الدم ناخذ عينه اثناء الحمى ونشوف هل في اورجانيزم بقضيه البي سي ار. طبعا ممكن نعمل كلشر وزي ما قلنا الفليتشرز سيمي سوليد ميديا دي بناخذها، هي ديفيكلت في الجروث وتعاوز عدة أسابيع عشان تنمو. إذا نمت البكتيريا نروح نعمل ايدنتيفيكيشن للكولوني بالدارك فيلد مايكروسكوب هل هي سبايرال، أو نعمل اجلوتينيشن تيست أو نعمل بي سي آر. كمان السيرولوجي نروح نشوف في البيشنت أثناء يعني بعد 2 ويكس نروح نشوف هل في اي جي ام أو في رايزنج تتر للاي جي جي. النقطة الأخرى نروح نشوف ما نسميها بالأجلوتينيشن تيست، وهذه فحص مهم جدا، يروح يجيبوا لاتي يجيبوا الكلد سسبنشن للأورجانيزم الليبتوسبايرا كلد، ويروح يجيبوا السيرة من حق المريض. فإذا حصل الأجلوتينيشن نجي نقول والله الشخص ده عنده فعلا أنتي بوديز سبيسيفيك للليبتوسبايرا. كيف نعمل تريتمنت للويلز ديزيز أو الانفكشوس جوندس أو للليبتوسبايروزيس؟ الدراج أوف تشويس بالتأكيد هو بنسلين دوكسوسايكلين دراج أوف تشويس، ده بالنسبة لقضية الليبتوسبايرا اللي بتعمل ويلز ديزيز او الانفكشوس جوندس او الليبتوسبايروزيس. كنت معكم فيما مضى في اخر واحدة في اورجانيزم في السبايروكيت اللي هي الليبتوسبايروزيس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.